تنوع الحضارات والتبادل الثقافي يعزز القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب، ويظهر أيضاً الجمال الحقيقي لهذه الحضارات. نتعرف اليوم على مصر من وجهة نظر جديدة. I'm Fabiola. I'm 47 years old. اسمي شبيولا، من دولة تشيلي. عندي 47 سنة وبشتغل مدرسة لغة أسبانية. عندي ولد وبنت. ابني عايش في سويسرا وبنتي هنا معايا عندها 16 سنة. My name is Sofia. أنا اسمي صوفيا، من المكسيك. عندي 17 سنة وبقالي سنة عايشة في مصر. I'm Rachel. أنا اسمي ريتشل ومن تشيلي وعندي 16 سنة وبدرس في مصر. Chile is very long. دولة تشيلي من أطول دول العالم، بتمتد على مساحة 4600 كيلومتر، بيمر فيها المحيط الهادي اللي فيه أنواع كتيرة من السمك، وعدد سكان تشيلي بيصل حوالي 17 مليون نسمة. قبل ما أجي مصر كنت عايشة في بنما، وهناك ما بنسمعش حاجة عن مصر غير في الأخبار، ومعظمها بتتناول أخبار سيئة عن مصر. ولما عرفت إن هروح مصر كنت خايفة جداً ومتوترة، وما كنتش عارفة الوضع هيكون إزاي. وصحابي في بنما كانوا بيقولوا لي كلام غريب زي إنها عايش في الأهرامات، لكن لما جيت مصر الوضع كان مختلف تماماً عن اللي توقعته. أول سنة لينا في مصر كانت صعبة شوية بسبب العادات والتقاليد والتفكير المختلف، لكن بعد كده الوضع اتحسن. بقيت عارفة الناس بتفكر ازاي في مصر، وشايفة ان المصريين بيتميزوا بالود والطيبة وبيحبوا يسعدوا اي حد، وشايفة ان وجودنا في مصر تجربة جميلة. أنا مش بحس إن مصر ما فيهاش أمان. لو قارنا بالمكسيك أنا بشوف واسمع عن أمور صعبة هناك. طبعاً عائلتي بتبقى حاسة بقلق لأننا في بلد بعيدة عن المكسيك، لكن في المجمل هم مبسوطين إن إحنا هنا. بحب قوي الحياة بالليل في مصر، كلها جمال وكل الأجواء اللي موجودة. لما بروح المعادي أو الزمالك وبشوف كمان المراكب في النيل، بيبقى المنظر غاية في الجمال. المصريين من ألطف الناس اللي قابلتهم في حياتي، بيهتموا بالآخر وبيتميزوا بحسن الاستقبال والود، ودي حاجة هتفضل في ذاكرتي طول العمر عن المصريين. لما بتتكلمي مع عيلتك وأصحابك بتقولينهم إيه عن مصر؟ الناس بيفتكروا إن في فوضى في مصر وإن دايماً في انفجارات، وبيقولوا ما نقدرش نسافر مصر عشان في مشاكل أمنية كتير. لكن أنا بقول لهم ده مش صحيح، مصر آمنة جداً ومفيش أي مشاكل هنا، إحنا عايشين كويس. وبقول لهم ييجوا يزوروا مصر. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، ياللي لك حبيبي يحبك وتحب تهديه بهدية، هاتوا مصر الحلوة يقول لك دي صحيح هي أم الدنيا. الأهرامات دي رائعة الجمال، لكن اتضايقت من الناس اللي بيشتغلوا هناك عشان طول الوقت بيقعدوا يصروا إني أشتري منهم، وبيحطوا أسعار عالية قوي، بيفتكروا إننا سياح ومعانا فلوس. الزحمة شيء مزعج جدا. أنا معايا رخصة قيادة مصرية، لكن دايما بكون خايفة إني أسوق. And what about the food? Have you tried? هل جربتي أي أكلة مصرية؟ Ah, I like kosheri. Kosheri for 10 pounds, very close here. بحب الكشري وبشتريه من مكان قريب هنا ب10 جنيه. الكشري طعمه رائع. انت عارفة ان اول مرة شفت فيها الكشري ما كنتش عايزة اجربه، لكن بعد ما دقته طلع طعمه لذيذ جدا. ام علي، ده ديسرت. وبحب ام علي قوي، طعمها جميل. I like kosheri and I like ملوخيه and I like محشي and I like I can't say it correctly but I like مسقعة. وبحب جدا المسقعه، طعمها رائع. خان خليلي think is very nice. بحب خان الخليلي لانه مكان جميل، وفي مطعم شرقي هناك بحب دايما اقعد فيه. ولما بروح الاسواق اللي في خان الخليلي او العتبه بعرف اتعامل مع البياعين هناك، وفي جمله بقولها لهم بالعربي. In Arabic, انا عايشه هنا معيش فلوس. Thank you.
مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. كما اعتدنا بنبدأ الحلقة دائما بمشاهد تعبر عن الجمال في مصر، لأن بعد كده للأسف الشديد بندخل في المشاكل والأزمات. واعتدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحديدا إن احنا نبدأ بالجمال ونشوف هوية مصر ونشوف الجمال في مصر بأشكال مختلفة في عيون الجاليات الأجنبية التي تعيش في مصر، أو في بعض مشاهد البهجة والسعادة والجمال.